Bonjour, cinquième première. On va continuer unité 17. سنخمس دقائق إن شاء الله نكمل مع بعض الوحدة السبعتاشر. عندنا فيها درس الانتوجاسيون الاستفهام لمو انتوجاتيف وأدوات الاستفهام. نبتدي. عندنا أول أداة كي. كي بمعنى من تسأل عن فعل عاقل. Example. كي ام لو شوكولا؟ قال لي حازم ام لو شوكولا. عندي حازم هنا سوجي الفاعل، ام ده الفيرب، وكومبليمون لو شوكولا. اوكي، انا بسأل عن حازم هقول كي ام لو شوكولا، يبقى كي بيجي بعديها الفيرب بلس كومبليمون الفعل زائد المفعول. معاها كياس بور لي بارسون، للايه؟ للأشخاص. كياس بمعنى من هذا؟ للأشخاص. سي لو بير دو محمد، ده بابا محمد، يبقى كياس لازم يبقى في الإجابة سي زائد عاقل. سي لو بير دو محمد، سي أحمد زويل، سي محمد صلاح، يبقى سي زائد عاقل. إكزامبل تاني، كي مونج لا بوم؟ ريتا مونج لا بوم. هنا برضو كي بتسأل عن فعل عاقل، عندي في الإجابة اللي هو ريتا اللي بتقوم الفعل، ريتا تأكل التفاح، يبقى كي مونج لا بوم، من يأكل التفاح. يبقى كده عرفنا كي يعني من، كي يس من هذا، بتسأل عن الأشخاص مسبوقة ب سي. أوكي، تاني عندنا دوزيام مو انتوجاتيف كاسكو. كاسكو يعني وات، بتسأل عن مفعول ماذا. في الإجزام كاسكو فو فات، ماذا تفعل؟ نو فيزو لي دوفوار، يبقى هنا ماذا تفعله؟ قال لهم ايه كاسكو فو فات، ماذا تفعله؟ نو فيزو لي دوفوار، احنا بنسأل عن الواجبات لي دوفوار. طب ايه اللي حصل في الجملة؟ حولنا النو لفو في السؤال، والعكس فو في السؤال يتحول الى نو في الإجابة، وأحط عليها verb فير مصرفة كاسكو فو فات نو فيزو لي دوفوار، نحن نعمل الواجب. طب كاسكو تو مونج، ماذا تأكل؟ جو مونج دي جاتو، أنا هنا سألت على جاتو، قلت إيه كاسكو تو مونج، ماذا تأكل؟ قال لي جو مونج دي جاتو، هنا حولنا التو لجو، يبقى التو في السؤال بتحول لجو في الإجابة، والعكس الجو في السؤال تحول لتو في الإجابة. أوكي، وكمان بنحافظ على تعصيب الفيرب، يعني لو الفيرب مع تو بياخد أو إس، مع جو بياخد أو. في الإكزام الأولاني صرفنا الفيرب مع النو نو في زون، مع الفو فو فات. داكور، كيسكو تو إم، ماذا تحب؟ قال له جيم لو فرونسي، أنا أحب الإيه؟ الفرونسي. يبقى أنا الفرنسي هنا عندي ده الكومي المود المفعول، سألت عليه بإيه؟ بكاسكو، كاسكو تو إم، يبقى كاسكو يجي بعدها إيه؟ فاعل زائد فعل. أما كي كان بيجي بعدها فعل زائد مفعول. أوكي، أما كاسكو فاعل زائد فعل. كاسكو معاها برضه كاسكو سي. كاسكو سي بتعبر عن ماذا يكون، معنى ماذا يكون للأشخاص. اوكي، بور لي شوز، اقول سيتان ستيلو، ده قلم جاف. ممكن اقول سيتان ليون، ده اسد. سيتون بارت، ده باب. سيتان تابلو، سبوره. يبقى غير عقل للاشياء. اوكي، يبقى كاسكو سي للاشياء، اما كياس للاشخاص، معنى من هذا، اما كاسكو سي ما هذا. داكور، يبقى احنا كده سألنا عن الفاعل والمفعول، الفاعل بكي، المفعول بكاسكو. نسأل عن المكان، المكان بنسأل عنه بأو، ويعني أين، بتسأل عن المكان. example أوي لو ليفر، أين الكتاب؟ هيقول لي لو ليفر اي سو لا تاب، الكتاب على الترابيز أو على المنضدة. داكور، أو لو أنا رايحة مكان أوفاتو أين تذهب؟ أقول جو في أو كلوب، أنا أذهب إلى النادي. يبقى السؤال حولنا جو لتو، و
احترام تصريف الفيرب مع تو فا و فا تو أين تذهب؟ جو في أو كلوب. أوكي. رابع عدد استفهام عندنا اسكو. اسكو يعني ايه؟ اسكو يعني هل. يبقى انا اتأكدت، انا سألت عن مين عمل الفعل، تاني حاجة عمل ايه، تالت حاجة عمل فين، رابع حاجة عملها ولا لا. اسكو التأكيد من حدوث الفعل بمعنى هل. يبقى لازم نلاقي في الإجابة يا إما وي أو نو. وي يعني نعم، وي نو يعني لا. اسكو تو ام لي بوم، هل تحب التفاح؟ بقول ايه؟ وي جيم لي بوم، نعم انا احب التفاح. اوكي. او اسكو زوي اي ا لا ميزون، هل زوي اسم شخص في المنزل؟ الاجابه نو زوي عليك اي تاليكول، لا ده زوي موجود في المدرسه. اوكي. يبقى اسكو بمعنى هل، بتأكد من حدوث الفعل، لازم يكون عندي في الإجابة وي أو نو. وي يعني نعم، نو يعني لا. وبحترم تحويل الجملة، يعني تحويل الضمائر اتشو تبقى جو، أما ال والقلب ينزلوا زي ما هما، والنو تبقى الفو تبقى نو، الفو في السؤال تبقى نو في الإجابة. دكار جست ايه عندنا؟ بوكوا. بوكوا يعني واي، لماذا. بوكوا بتسأل عن السبب، هلاقي معاها كلمات معينة. نشوف في الإجزام، بوكوا إتو أبسان، لماذا كنت غائب؟ قال لي جو سوي أبسان باسكو جو سوي مالاد، هنا أنا كنت غائب أو أنا غائب لأن تعبان. باسكو يعني لأن، عاملة زي بيكوز في الإنجليش. أوكي. طب تاني إجزام، بوكوا أشتري لا روب روج، ليه اشتريت الفستان الأحمر؟ قال لي جاشات لا روب روج كار جيم لو روج، انا اشتريت الفستان الاحمر لاني احب الاحمر. هنا عندي ايه؟ عندي كار بمعنى لان، برضو زي بيكوز. طب اخر اكزامبل، بوكوا الي فو او سينما، ليه رحت السينما؟ حولنا بقى ايه الفو نو، نوزالون او سينما بو روغاردي لي فيلم، لكي نشاهد الفيلم. يبقى باسكو بوكوا بيجي معاها تلات كلمات معينة زي باسكو وكار يعني لأن، بس دول بيجي بعديهم جملة زي فعل وفعل ومفعول، جملة عادية. هنا زي ما شوفنا باسكو جو سوي مالاد كار جيم لو روج، هنا دي جملة عادية. أما بو بمعنى لكي بيجي بعديها الفيرب في الانفينيتيف في المصدر، هنا نوزالون او سينما بو روغاردي لي فيلم، علشان نشاهد الأفلام. أوكي. يبقى احنا كده خدنا المو انتروجاتيف، كي بمعنى من، تسأل عن فاعل، كياس من هذا، كي الأشخاص مسبوقة بسي، كاسكو ماذا للمفعول، كاسكو سي ما هذا للأشياء، أو يعني أين للمكان، اسكو يعني هل، هلاقي في الإجابة وي أو نو نعم أو لا، آخر حاجة بوكوا لماذا، بلاقي في الإجابة إما باسكو يا كار يا بور بلس انفينيتيف. هنا تروفي لا كيستيون، أجد السؤال. أول حاجة هاني مونج لو ساندويتش، الإجابة هاني مونج لو ساندويتش، هاني يأكل الساندويتش. هقول ممكن طريقتين، إما من يأكل ساندويتش أو ماذا أكل هاني، الاتنين صح. يبقى أقول أنا قلت كي مونج لو ساندويتش، حبيت هاني وسألت عنه بكي ونزلت بقية الجملة كي مونج لو ساندويتش. ممكن حد تاني يقول لي أسأل عن ساندويتش، أقول كاسكو هاني مونج، صح برضه الاتنين صح. داكار. دوزيام كيستيون، جو في أو كلوب، الإجابة بتاعته أو فاتو، أين تذهب؟ أنا أذهب إلى النادي. تروا، وي جو سوي أن بون إليف، نعم أنا طالب جيد. يبقى السؤال لقيت وي يبقى أكيد في أسكو. يبقى اسكو توي ان بون إليف، هل تكون طالب جيد او انت طالب جيد. كات جو في الكسندريه، انا اذهب الى الاسكندريه.
يبقى السؤال ايه؟ او فاتو، او فاتو، اين تذهب؟ او فاتو ده اكزامبل مشهور جدا. 5 بو جوي افيك مي زامي، لكي العب مع اصدقائي. عندي بو بلس انفينيتيف، يبقى هنا بسأل عن السبب، اسأل عنه بايه؟ بوكوا. اوكي يبقى اقول ايه؟ بوكوا فاتو او كلوب، طب انت ليه بتروح النادي؟ فبيقول لي بو جوي افيك مي زامي، عشان العب مع اصحابي. داكور. تمام. اكزامبل 6، نمبر 6، سيزيام اكزامبل. ندى في لو دوفوار، ندى تفعل الواجب، يبقى اسال على ايه؟ برضو عندي حلين، يا اما اسال عن ندى يا اما اسال عن لو دوفوار. يبقى انا هنا سالت على لو دوفوار، كاسكو ندى في، ماذا تفعل ندى؟ ممكن حد تاني يقول لي طب ممكن اسال عن ندى؟ طبعا صح، اقول كيفي لو دوفوار، كيفي لو دوفوار. سات باسكو جو سوي مالاد، باسكو جو سوي مالاد، لاني تعبان. يبقى عندي باسكو، يبقى اسال عن السبب، اسال عنه بايه؟ بوكوا. يبقى الاجابه بونس pourquoi tu es absent. الاثنين صح، ممكن اقول pourquoi tu es absent او pourquoi es-tu absent، الاثنين صح. اما اجيب الفعل، الفعل وبعد كده الفعل، اما اجيب الفعل، الفعل وبعد كده الفعل، الاثنين صح. كي pourquoi tu es absent، لماذا انت غائب. نو جو سوي على ليكول، لا انا اكون بالمدرسه. يبقى هقول عندي نو، يبقى اسال باسكو، اسكو توي او كلوب، انت في النادي؟ فقال لي ايه؟ نو جو سوي ليكول، لا انا في الايه؟ في المدرسه. نيميرو 9 سي ميسيو شريف، ونيميرو 10 سي مدام عنايات. يبقى عندي 9 و 10، عندي سي بلس بيرسون، سي زائد شخص او عاقل، هسأل عنه بمن هذا، اسمها ايه؟ كياس، كياس. نمرة 11 ستان شيان، ستان شيان ده كلب، هذا يكون كلب. يبقى غير عاقل اقول ما هذا؟ كاس كوسي، كاس كوسي. 12 وي جو بارل فرونسي، oui je parle français، نعم انا اتحدث اللغه الفرنسيه. يبقى انا عندي وي، يبقى اسال بايه؟ اسكو، واحول جو تو، هتاخد الباب اخو او اس. يبقى اسكو تو بارل فرونسي، اسكو تو بارل فرونسي، وي جو بارل فرونسي. نمرو 13 جو مونج دي جاتو، انا اكل جاتو. يبقى اسال اقول ايه؟ اسال عن الجاتو، كاسكو تو مونج، كاسكو تو مونج. داكور. سانكيام بريمير، هنا فيني لانتوغاسيون اي لي مو انتوغاتيف، احنا كده خلصنا لانتوغاسيون مو انتوغاتيف. ميرسي اي او روار.